والسلام عليكم. المهم الاخوان بزاف منكم كيبغي يتلقى حمله اشهائيه كومبليكاسيون يعني الرسائل او الميساجر، كيخرج لي هذا المشكل هذا اللي هو هذا الميساج هذا اللي كيقول لك ان الماسنجر دو لا باج ديزاكتيفي، يعني انه راه ما خدامش الميساجر عندك في الباج او الصفحه ديالك باش كتطلق الاشهار، وراه ما غاديش يخدم لك الاشهار اللي بغيتي تطلق حتى اكتيفي هذا الميساجر. والطريقه راه ساهله، تبعوا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش. كيف كتشوفوا هنا كتدخلوا الصفحه ديالكم باش كتخدموا الاشهار، كتمشيو للسيتينغ يعني الاعدادات باللغه العربيه او باراميتر بالفرنسي، بعد ذلك كتمشيو للبريفاسي، ملي كتمشيو للبريفاسي كتمشيو للاسفل ديال هاد القائمه اللي عطاكم كيف كتشوفوا غتلقاو ميساجين، من بعد كديروا ايديت. هنا في ايديت كتحولوا من اوف، كيف كدير لكم هنا اوف، كديروا ايديت كديروا اون. هذا المشكل ديالنا حل، باش نحل المشكل هنا غادي نشوفوا غادي نديروا اكتواليزي وغادي يبان لكم ان المشكل راه فعلا راه حل، مابقاش كيف كتشوفوا مابقاش كيعطينا الميساج. ما تنساوش ديروا ابوني للقناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، ولا عندكم شي اقتراح على شي موضوع بغيتو تعرفوا عليه خليوه ليا في لي كومونتير.